القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. بأنامله السحرية الممزوجة ببراعة العزف الموسيقي وشغفه بمهنة النجارة، يطوع الفنان سامر طوطح الخشب بإتقان ليشكل منه آلة العود الموسيقية. بدايتي أنا كانت بالموسيقى مش بالصناعة. درست موسيقى في سنة 1991، درست على آلة العود. أجتني الفكرة أني أصير أسوي عواد أو أتعلم صناعة العود. توجهت لأكثر من شخص وهيك، ما كانش عندهم الاستعداد أنهم يعلموا. حاولت أجرب لحالي. بدأت الحكاية عام 1997 حينما نجح سامر بتصميم أول نموذج لعود طربي. كان ذلك النجاح بمثابة قفزة نوعية في تجاربه التي استمرت على مدار 7 أشهر، كانت تنتهي دائما بالفشل. شريت عود، فكفكته، شفت كيف مصنوع من جوا، كيف مبني الأضلاع، كيف راكبة على بعض. حاولت يعني أفهم بعض الشغلات عن صناعة العود من خلال أني فكفكت هذا العود وأتعلم منه. يعني أول عود خرب معي، أول طاسة يعني بجوز كبيت بجوز 7-8 طاسات، يعني الطاسة اللي هي بنسميها طاسة العود، ولما أخلصها أكبها يعني ما تكونش ظابطة، لأنه الموضوع مش سهل زي ما الناس بتتخيل. يستوطن سر المهنة وإبداعاتها أعماق سامر الذي يرفض إيداع مهنته في أيدي أحد غير أبنائه. صناعة العود هذه مهنة عائلية معروفة، خصوصا عندنا بفلسطين يعني معروفة إنها عائلية. ف يعني طبعا أنا رح مفكر طبعا بالمستقبل إن شاء الله أعلمها لأولادي عشان من بعدي يعني يستورثوا هاي المهنة. العديد من المشاكل واجه الطوطح في بداية الأمر، استطاع التغلب عليها بعد أن تعرف على صانع محترف للأعواد في تركيا. فاروق التركي، صانع العواد التركي، يعني صارحني قال لي إنك لولاك فلسطيني ولا كان ما استقبلتكش يعني عندي بالورشة. وكل الاحترام، استقبلني عنده 2 أسبوع متواصلات من 8 الصبح للـ8 بالليل، ما أخذش مني ولا دولار ولا شيكل. بعد عودته من تركيا اكتسب الفنان الفلسطيني شهرة واسعة، وأصبحت أعواده تصدر ألحانها الموسيقية لكل العالم. حب سامر للعزف الموسيقي وخبرته في التعامل مع الأخشاب مكنته من صناعة الأعواد الموسيقية ليتحول إلى صانع الأعواد الوحيد في الضفة الغربية. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.